احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن رادي الجعيدي، طبعا طبعا ده اللاعب التونسي العظيم وصاحب تجربة مهمة جدا، تجربة احترافية مهمة جدا، وكنا معانا الاسبوع اللي فات وبيقول عنده مباراة مهمة جدا والبلاي اوف صعود البلاي اوف. فهو دلوقتي معانا على سكايب كابتن رادي، بنرحب معانا على التليفون. كابتن رادي، بنرحب بحضرتك في قناة النادي الاهلي، اهلا بيك. السلام عليكم عمار اهلا بيك كابتن راضي. يعني تجربه مشرفه للمدربين العرب في امريكا وفي اوروبا قبل كده مع سا سامتون، الفريق 21 سنه. يمكن كمان اعتقد لعبت ضد كابتن هاني رمزي كتير، فهو اللي هيقود معاك الحوار يا كابتن راضي. انا مش فاكر تفكرني عمر، انت بتفتكر ماتشات مصر وتونس بطوله افريقيا وماتشات الوديه في 98 كمان كان في مباريات لعبتوها ضد بعض. كابتن رادي طبعا ما شاء الله عامل طفره وطفره كبيره جدا والبلاي اوف، ويعني قول لنا، وطبعا بعد انت كنت موجود في ساوث هامبتون وبعد كده رحت التجربه الامريكيه. بالظبط. ف يعني بنقول لك اولا مبروك على الاداء التدريبي الرائع في مسيرتك لغايه دلوقتي، واسالك بقى ما بتفكرش بقى ترجع للبريمير ليج وساوث هامبتون في الفتره اللي جايه بعد طبعا اكيد الخبرات الكبيره اللي اكتسبتها خلال الفتره اللي فاتت؟ بالطبع متفكر شويه هاني، بالنسبه لي يعني الغرض بتاعي وجودي في امريكا هو طلع ما في اكتساب الخبره، وصار نرجع لانجلترا تسع عام يعني تحاول نبني يعني هي الحلم بتاعي، وان شاء الله نوصلها يعني بالخدمه والمثابره نجد فلوس اللي تنزلها الكثير الكثير من العمل وال طبعا يعني الصبر لانه يعني الموضوع مش كما كنا لاعب مدرب يعني في الكثير من الادوات اللي يتعبيها المدرب في امريكا تسع عام. الشراكه الموجوده ما بين طبعا ساوث هامبتون وهاتفورد الموجود حضرتك فيه دلوقتي دي شراكه على المستوى النجوم او على مستوى تبادل النجوم او على مستوى ان ممكن جدا تاهيل واعطاء المدربين فرص لاكتساب الخبرات والعوده تاني لساوث هامبتون. شكل العلاقه شكل الشراكه شكلها ازاي؟ طبعا هي شراكه يعني بدائية فيها نوع من الاستفادة للفريقين. الفريق بتاع الأمريكي أرسنال مصحف يعني خبرات من أوروبا، ويعني لما اقترح علي الموضوع يعني في الموضوع بكل جدية وسياسي كنت في ساوثهامبتون يعني مع 29 سنة تحت 29 سنة كنت من طموحات يعني خبرة في الأكاديمية، ويعني صار مع بعض اللاعبين يعني تعطيني يعني الخبره والاستفاده لما نرجع لساوثهامبتون ولا حتى فريق اخر يعني في انجلترا كابتن راضي بنتمنى لك طبعا التوفيق وكل التوفيق، واكيد هنتابع مشوارك التدريبي وخبراتك التدريبيه ونتابع طبعا نجاحاتك، نجم من نجوم الكره التونسيه. شرفت قناه النادي الاهلي، وان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي كمان تقول لنا اخبارك ايه ونشوف مدرب تونسي ان شاء الله في البريمير ليج في ساوث هامبتون، ده يكون شيء رائع على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي. شكرا ليك، شكرا جزيلا.